حالة تموين الأسواق المرتقبة خلال شهر رمضان بإقليم طنطان. محور اجتماع عقد بمقر عمالات الإقليم وذلك في إطار الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل. هذه المواد التي يكثر عليها الاستهلاك خلال شهر رمضان تتسم بالوفرة واستقرار أثمانها ما عدا بعض المواد أو ما عدا مادة الزيوت الغذائية التي شهدت ارتفاع مؤخرا. الخضروات والفواكه أثمنتهم مستقرة في المتناول ديال القدرة الشرائية ديال المواطن في إقليم طنطان. وبالنسبة للقطاني عرف واحد الانخفاض في الأسعار ديالهم مقارنة مع السنة الماضية. الحبوب بطبيعة الحال الدقيق متوفر بالأثمنة العادية ديالو. هذا وسيتم وضع برنامج للمراقبة خاص باللجان الإقليمية للوقوف على سلامة وجودة المنتجات الغذائية مع الحرص على استجابتها لشروط السلامة الصحية وضمان بقائها في مستوياتها الاعتيادية.